الدراما المصرية هذا العام زي ما بتشوفوا معايا كده المشاهد واللقطات بالحقيقة تتألق، يعني أدوار وتنوع كبير وفنانين كل واحد بيقدم دوره باجتهاد شديد جدا. سريعا جدا وحشتنا روجينا اللي بتفاجئنا كل سنة. روجينا بقت يعني حاجة مهمة جدا في رمضان نعرف هي بتعمل إيه، لأن هي دائما مثيرة للجدل. روجينا السنة دي طبيبة حور وبتقدم الشخصية دي وبتظهر في الشخصية وهي بتقتل جوزها اللي بيقدم دوره الفنان محمد لطفي. جرأة شديدة جدا عاملها روجينا كالعادة في رمضان، عندها مشاكل مع فوزية ومع غيرها. كمان المسلسل في حد ذاته وكمان اسمه نفسه يعني هو نفسه بيقول بيتكلم عن إثارة شديدة. خليني أمسي على روجينا وأقول لها كل سنة وانتي طيبة. كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي، ورمضان كريم، وانت عارفه انت غاليه وبحبك قد ايه يا ستي، ومبسوطه مبسوطه ان اول مداخله السنه دي تبقى معاكي. يا انت منورانا ومشرفانا، والحاجه الثانيه تيجي تشرفيني هنا في تاسعه بس لما تخلصي. ان شاء الله ان شاء الله. اولا قولي لي، انا عارفه ايه حكايه حور، يعني هتعملي ايه في البيت بعد ما تخلصي؟ ده في قتل دكتور اشرف هنأمنه بقى، نأمن الدكتور اشرف. انا عايزه اقول لك يا شفتي ان انا دلوقتي حتى البنات وهي بتكلمني في حاجات عاديه ببدا اعمل لهم بصات غريبه، مامي انت بتبص لنا كده ليه احنا بنتكلم عادي؟ بالظبط، انت عايزه ايه؟ وقعت في غرامها يعني شفتي، وقعت في غرامها الشخصيه دي حور. برغم انحرافها وشخصيتها الغريبه اللي مش هقدر اتكلم عنها طبعا دلوقتي خالص، لانه احنا ميزه المسلسل انه لم تكشف احداثه حتى الان، لم لغايه دلوقتي مش عارفين دوافع حور هي بتعمل كده ليه، حتى لو هي بتنفذ الحق والعدل من وجهه نظرها بس مش عارفين ليه. ويمكن ده اللي شاغل الناس. الحمد لله الحمد. طب واول حلقه كان فيها جدل شديد جدا، استقبلتيه ازاي؟ كنت قلقانه وخايفه ومتردده، يعني حاله الجدل دي كانت مخوفاني قوي، وخايفه على المسلسل وخايفه على مجهود الناس اللي حصل، وخايفه لانه لسه يعني اول حلقه، يعني مش هنقدر نحكم على مسلسل من مشهد في اخر طبعًا الحلقه. طبعا طبعا، لان ممكن يكون المشاهد اللي بعد كده تبرر. طبعا ده حقيقي ده حقيقي. فالحمد لله، بس الحقيقه يعني انا مبسوطه من ردود الافعال ومبسوطه جدا جدا من اعجاب الناس، ويعني اعجابهم بالمسلسل وفكرته. والحقيقه يعني انا بقول انه لو في فضل بعد ربنا سبحانه وتعالى للمخرج المبدع استاذ رؤوف عبد العزيز، الحقيقه هو معانا دلوقتي وعايز يعيد عليك كمان كل سنه وهو أيوة. طيب ده هو اللي عامل كل مشاهد القتل والاثاره والجراه الشديده دي جدا يعني. طيب أيوة هو معاك يا طيب. مساء الخير. مساء الخير على حضرتك. واضح ان انت هتاخدنا في مشاهد كلها جرأة شديدة يعني. هو الصوت بعيد يا روجينا. اتمنى ان يكون جرأة في الشكل مش اكتر. ايوه. بس هو الصوت مش واصل خالص، انا عارفه ان انتوا في التصوير ويعني للاسف صوته بعيد جدا. سمعنا كده؟ انا كده سامعاكي كويس قوي. طب استاذ رؤوف معاكي اهو. سامعني فندم؟ كده تمام يا استاذ رؤوف. اتمنى ان احنا نقدم الجرأه اللي حضرتك عنها بشكل محدد. احنا الجرأه دي يهمنا منها النفع للمجتمع، تعديل السلوك الانساني اللي بقى فيه انحراف شويه في مجتمعنا. احنا رغبتنا الاولى والاخيره تقديم علاج اكثر من تقديم جرأه غير محسوبه. اكيد انا بحييكم طبعا وبحييك جدا، وان شاء الله نتابع معاكم لحد ما ينتهي المسلسل واحداثه، لان زي ما روجينا قالت واضح ان لسه في مفاجآت كتيره، احنا لسه ما وصلناش نص رمضان فاكيد في مفاجآت كبيره ومتنوعه. روجينا لسه موجوده؟ ايوه يا حبيبتي. ايوه روجينا، انا كمان شايفه ان انت حتى عامله تغيير لشكلك، يعني الشعر الكاريه الحاد، يعني انت كمان عامله يعني تغيير في الشكل مختلف تماما عشان ياثر على الشخصيه، يعني عامله ستايل مختلف. الحقيقه والله يعني دي جلسات عمل كبيره قوي، واحنا قاعدين على المسلسل ده شكلي من شهر 7 اللي فات. ايوه. فهي كان استاذ رؤوف كان هو مختار اللوك الحاد. ايوه. الشعر اللي نازل مش باين غير عينيها وجحوزها، بتغيير كل لوك مع كل شخصيه هي بتروح وهي راحت تقتلها باختيار ده مع ما يتناسب
للبيئه اللي رايحه لها. احنا بنروح الصعيد، بتروح الصعيد وهي متخطيه، بتروح لفوزيه الحاره وهي متخطيه. ايوه انت واضح انت وفوزيه يعني هيفضل في في صراع كبير. ايوه، فاستاذ رؤوف كان حابب ان هي لما تروح تروح من نفس النسيج اللي هي رايحه له بنفس البساطه والسلاسه، يعني ما كناش عايزين نلوي دراع الشخصيه وهي راحت. أيوة. هي بسيطه جدا. بنفس بساطتها. راح بالظبط نفس بساطتها، هي راحه في الهدف اللي هي رايحه له وهي اكتشاف الحقيقه. طب قولي لي روجينا، انا عارفه ان انت السوشيال ميديا بتبقى شغاله معاكوا على الهوا، يعني انت بتعملي المسلسل بيتذاع فالسوشيال ميديا شغاله وانتوا كمان بتصوروا، بيبقى لها تاثير يعني حتى لو انت ما بتطلعيش بس هتلاقي ناس بيكلموكي بيقولوا لك الاولاد في البيت، الناس في اللوكيشن، يعني بيبقى لها تاثير شويه ولا بتفصلوا تماما عشان تكملوا المسلسل؟ انا بحاول اعمل كده، يعني انا اول حلقه كنت قاعده في البيت فاتفرجت فاتضايقت من نفسي جدا فقلت انا مش هتفرج تاني ابدا. بس بنبسط بردود الافعال، يعني بلاقي التليفونات بتجيلي على مشهد معين في الحلقه، بلاقي حلقه عاجبه الناس قوي فده بيخليني اشتغل وانا مبسوطه، خلاص ما بتفرجش، بس ردود الافعال دي بترضينا وبتهدينا وبتضيع التعب اللي احنا فيه. احنا ما اكيد انا شايفه مشهد كده في كيس بيتضرب على راس الراجل، سلسله القتل مكمله معانا. ايوه بالظبط، احنا عندنا انواع قتل مختلفه. ايوه احنا يعني السنه دي الستات واخدين حقهم في الدراما، ما حدش يقدر يتكلم ولا يقول، وبعد كده هنعمل مسلسل للرجال السنه الجايه. لا ما هي الرجاله واخدين حقهم من زمان قوي قوي، احنا بقى من حقنا ناخد حقنا السنه دي والسنه الجايه واللي بعدها يعني. أكيد فنانة روجينا دايما بتفاجئينا ودايما قد كل دور أنت بتقدميه من اجتهاد وتمثيل، أنا بشكرك شكرا جزيلا وأتمنى لك التوفيق وكل المسلسل انحراف التوفيق.